فإذا هي مراحل خمسة لاستقبال أي صدمة. بداية الإنكار، ثم يأتي المساومة، تصبح كأنها تساوم بينها وبين نفسها، بينها وبين المجتمع. ثم تأتي مرحلة الغضب، تغضب، لماذا ابني، لماذا هذا الطفل، ماذا فعلت خطأ، قد تغضب من نفسها، ما هو الخطأ الذي يعني قمت به حتى جاءني هذا الطفل. ثم تأتي مرحلة الحزن، تحزن، تتألم، تشعر بخيبة الأمل، إنه ماذا أفعل بهذا الطفل، كيف سيكون مستقبل هذا الطفل، إلى أن تأتي إلى مرحلة التكيف والتعايش أو التقبل، وهي أفضل مرحلة. بعض الأمهات يأتوا إلى هذه المرحلة بسرعة، البعض الآخر يثبت بأحد هذه المراحل. أذكر قصة أم إذا سمحتوا لي على عجالة. أم أخبرتني هي بنفسها أن جاءها طفل من داون سيندروم، لما يعني أول ما ولد رفضته تماما، حتى لدرجة أنه لم تتقبل شكله ولا منظره، وهي صدمت بوجود هذا الطفل. وقضت الفترة الأولى في المستشفى بكاء وانهيار، إلى أن جاء زوجها وعمل موقف، هو الموقف قاسي جدا، اسمحوا لي أني أحكيه، لكن هذا الموقف خلاها يعني تمشي تنقلب من الإنكار والحزن والغضب اللي كانت فيه إلى مرحلة تقبل وتعايش، إنه قام مسك هذا الطفل والعفو منكم ودا إلى سلة المهملات. يا الله. فأخبرها خلاص أنت لا تريدين هذا الطفل، ماذا سنفعل به؟ فحمل هذا الطفل باتجه إلى سلة المهملات، فهنا تحركت عندها مشاعر الأمومة، فركضت ومسكت الطفل. ومن بعدها حتى هذه السيدة عملت بخدمة الاحتياجات الخاصة من بعد هذا الموقف.